أود أن أشكرك سيدي الرئيس على الدعم المستدام والذي لا يلين في مواجهة مذكرة التفاهم غير القانونية التي تنتهك سيادة والأراضي وسلامة الأراضي الصومالية. وهذا الموقف لمصر يبدي التزاما قويا لمساندة مصر لدولة الصومال وشعبها في الأوقات العصيبة. وكذلك تكفل أن قواعد القانون الدولي تتمسك بها. أحد نتائج اجتماع اليوم والتي نشعر بالفخر إزائها هي اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة بين مصر والصومال والتي وقعت أمامنا اليوم. هذه المعاهدة التاريخية هي شاهد على الدفاع المشترك في مواجهة الإرهاب الدولي والذي نكافحه في وطننا وفي الخارج، كما أنه كذلك ورقة عمل لتبادل المعلومات والخبرات سعيا نحو السلام الإقليمي والسلام والاستقرار الإقليمي و الدولي والوطنية. أن سيدي الرئيس أنني على ثقة أنه بالقدرات العسكرية المشتركة للجيش المصري وكذلك الشجاعة والعزم فإننا سنعمل وسننجح على تأمين الصومال ومن كل المخاطر التي تهدد شعبنا والعالم أجمع.